كيف رح يكون الأسبوع الرابع على مواليد السرطان؟ الأسبوع الرابع من شهر تشرين الأول أكتوبر 2024. يا عزيزي، في عرقلة بأول هالأسبوع مثل ما خلصت الأسبوع الثالث، تشعر بمرارة كأنه بصير شيء بيخلي ثقتك بالنفس شوي يعني تتأثر سلبا. بهالوقت بدنا نقول في كمان شعور جيد، لأنه ساتورن ومارس بيغيروا الاتجاه وبيرجعوا بيغزوك بالثقة بالنفس بعد فترة قصيرة من العرقلة. أمتين بتفرح بانتصار؟ ابتداء من الثلاثة، من الثلاثة للخميس فترة ممتازة. يعني إذا بلش الأسبوع بيوم من الشكوك، ترجع بتسترجع كل قوتك بعدين نهار الثلاثة. بتمشي نحو أهدافك بثقة وقدرات كبيرة، وبتحصل على مبلغ من المال أو بتستثمر بمجال فعال بين الجمعة والسبت، الجمعة 25 والسبت 26. بعدين بتقطف ثمار جهودك، بتكون الفترة الواقعة بين الأحد 27 والثلاثة 29 حافلة بالمبادرات الجيدة وبنجاح بمنافسة، ربما شرط أنك تحيط أعمالك بكتمان شديد. بتحظى بهالوقت بدعم أشخاص نافذين، بس أنت بتفتقر لروح التعاون والتعاضد بين الأربعاء والخميس آخر يومين من الشهر، وهالشي بمجالك المهني أو دغري بتنرفز لشي بيصير. حتى أنت يمكن متكل على فريق عمل بتشوف أنه ما عم بيفهمك منيح، أو في خلافات غير مفسرة، أو يمكن تظهر أنت توجس من تصرف أحد الزملاء، مدري ليه.